السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ أولا بعتذر على التأخير، كنت في محاضرة بس حاليا مخلصة من حوالي ربع ساعة كده. احنا امبارح كنا أخدنا الجزء الأول من أسئلة الاختبارات الدولية لحد 50 سؤال. النهاردة هنستكمل 30 سؤال، هناخدهم مع بعض بإذن الله. طيب، احنا كنا اتكلمنا زي ما قلنا، شرحنا المستند وشرحنا ال50 سؤال، ولحد الآن الأمور كانت بسيطة ولحد ما بسيطة بالنسبة للناس. طيب، هتلاقوا بعد كده أغلب الأسئلة متكررة، يعني في أسئلة بتتكرر هي هي. نيجي نبدأ إن شاء الله في أول سؤال مع بعض، اللي هو السؤال 51. بيقول لك احفظ المستند المفتوح باسم حيوانات منقرضة في المجلد كذا. هو عايزك تحفظ المستند. احنا كنا بنحفظ المستند ازاي؟ ان انا بروح على قائمة فايل وبختار منها حاجة اسمها سيف از، وبعد كده اقول له براوس، وبعد كده احدد مكان الحفظ اللي هو قال لك عليه، قال لك دوكومنت، بعد كده حاجة اسمها الليتمس، بعد كده اقول له سيف. فده سؤال الحفظ لو عايز احفظ. طيب، السؤال رقم 52 بيقول لك انتقل الى المستند المفتوح مصطلحات المخلوقات المعرضة للخطر، ان هو عايزك تروح للمستند ده وعايزك تطبق فيه تنسيق تسطير. يعني ايه تسطير؟ انا عندي ملف بالشكل ده، طيب عايز اطبق تنسيق تسطير على المستند ده، اطبقه ازاي؟ شايفين حرف اليو اللي تحتيها سطر او تحتيها خط اللي هو الاندرلاين ده، اللي هو معنى كلمة تسطير اهو. وبحدد الحاجة اللي هو قال لك عليها واروح عند رمز اليو اللي موجود عندي فوق، اللي هو يو تحتيها خط، فعمل لي خط تحت الكلام، او زي ما قال لي في السؤال اعمل لي تسطير. جالك في السؤال رقم 53 بيقول لك قم بطي الشريط ريبون. يعني ايه طي؟ يعني عايزك تقفل الشريط بتاع الادوات. اقفل شريط الادوات ده ازاي؟ هتلاقي في سهم موجود في الاخر، هدوس عليه واروح اقول له ايه، حاجه اسمها شو تاب اونلي، يعني هتظهر لي التابات او القوائم بس، هدوس عليها فظهر ليك بس شريط القوائم، حتى الادوات اللي موجوده قفلها لك. فده معنى كلمة لو عايز أعمل طي لإيه؟ لشريط الأدوات أو الريبون. يقول لك في الصفحة الأولى في المستند اختر الفقرة التي تبدأ بالنص، يعني هو في فقرة عندك، الفقرة دي بدايتها نص وتبعا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وعايزك تكتب النص ده بحيث يكون في نهاية الفقرة. يعني هتيجي عند الفقرة اللي هو قال لك عليها، هتيجي في نهاية الفقرة دي وتروح تكتب النص اللي هو قال لك عليه. روح تكتب النص اللي هو قال لك عليه. طيب، الصورة رقم 55 بيقول لك في الصفحة الأولى في المستند طبق التنسيق غامق. يعني أنا عايز أعمل عملية تضخيم أو أغمق الخط. شايفين حرف البي الموجود عندك فوق؟ أنا عايز أطبق تنسيق غامق. إزاي أطبقه؟ بحدد الكلام اللي هو قال عليه واروح عند حرف البي الموجود عندي فوق وهدوس عليه اهو، تلاقيه بيتخن معاك الخط، بيعمل عملية تضخيم للخط. طيب، صورة رقم 56 بيقول لك في الصفحة الثانية في المستند، هتدخل على الصفحة الثانية عايزك تختار الفقرة اللي أولها النص دي، وهتحذف لي الجملة التالية. هتلاقي في جملة هتحذفها، بحذفها ازاي؟ بحدد واروح اقول له مثلا باك سبيس من لوحة المفاتيح، فانا كده حذفتها. صورة رقم 57 بيقول لك طبق التنسيق مائل على نص العنوان. انا عندي مثلا نص بالشكل ده او عندي قطعة عايز اطبق التنسيق مائل او الاي المايلة اللي هو بيميل الخط، فالبي بيضخم الخط او تنسيق غامق، اما الاي بتميل الخط
واليو بتعمل لي تسطير على الخط او الكلام اللي عندك، والاي بتميل زي ما احنا اتفقنا. رقم 58 بيقول لك في الصفحة الاولى في المستند طبق التنسيق ضبط على الفقرة التي تبدأ بالنص. مدي لك فقرة وعايزك تعمل عليها ضبط. بعمل ضبط ازاي؟ ضبط ان انا بساوي البدايات مع النهايات، البدايات مع النهايات. حددت الجزء اللي هو اتكلم عليه. هتلاقي عندك هنا في الجروب بتاع باراجراف جنب المحاذاة في رمز اللي هو الجاستيفاي، رمز الجاستيفاي اللي هو الضبط، وراح اقول له حاجة اسمها جاستيفاي. فايه اللي حصل؟ ساوى المسافات البادئة مع المسافات الناهية، ساوى البدايات مع النهايات. صار رقم 58 بيقول لك في الصفحة الأولى عايزك تعمل إيه؟ غير حجم عرض العمود. أنا عندي مثلا عمود معين وعايزك تغير حجم العمود، بس حجم إيه؟ حجم عرض العمود. فين؟ هذا السؤال. غير حجم عرض العمود، خليها 1.25 سنتي. عايزك تغير حجم عرض العمود. هذا العمود عندك، عايز اغير العرض بتاعه من فين؟ من اللي اوت والويتس اللي هو العرض. راح اكتب العرض اللي هو قال لك عليه ايا كان العرض، واقول له انتر. اغير اللغه، فطالما قال لك غير حجم عرض العمود فاروح عند الويتس او العرض واكتب العرض اللي انا عايزه. السؤال رقم 59 هذا السؤال اتكرر للمره الثالثه. استخدم اداه مناسبه لحذف الكلمات المتكرره او المكرره في المستند اللي عندك. يعني انا هعمل تصحيح املائي، يبقى هروح على حاجه اسمها ريفيو واقول له سبيلنج اند جرامر، واروح اصحح الكلمات الغلط الموجوده عندي في المستند. يبقى من ريفيو اقول له حاجه اسمها سبيلنج اند جرامر. السؤال رقم 60 بيقول لك غير اتجاه الصفحه في المستند ليصبح عموديا وغير حجم الورق الى لتر. ازاي اغير اتجاه الصفحه؟ بروح على اوت واقول له اورينتيشن واختار هو عايزها ايه؟ عايزها عموديه. عمودية يعني اخليها بورتريت اللي هي رأسي. طيب حجم الورق من سايز، واروح اختار الاختيار اللي هو قال لك عليه اللي هو لتر. صار رقم 61 بيقول لك قم بإدراج فاصل صفحات بعد كلمة دوكومنت. يعني نفترض دلوقتي انا واقف هنا، ادي كلمة دوكومنت، وعايز ادرج فاصل صفحات. ازاي؟ اروح على قائمة انسيرت واقول له بيج بريك، بيج بريك اللي هو فاصل صفحات، فخلالي الكلام اللي بعد المؤشر مع بداية الصفحة الثانية. يا اما هروح على لي اوت ومن بريكس هقول له بيج او نيكست بيج، هقول له نيكست بيج اهو، وادالي الكلام اللي بعد المؤشر مع بداية الصفحة الثانية. فده معنى كلمة ان انا عايز اعمل فاصل صفحات، يا اما من انسيرت وبيج بريك، يا اما من لي اوت واختار بريكس واقول له بيج اللي هو فاصل صفحات. السؤال رقم 62 بيقول لك ادرج فقره جديده بعد كلمه دوكومنت التي توجد في الفقره الاولى وضعها في سطر جديد. انا عايز ادرج فقره جديده. يعني ادرج فقره جديده؟ انا واقف فين؟ انا واقف هنا في نهايه الفقره الاولى مثلا، ادي نهايه الفقره الاولى، عايز اضيف فقره جديده، اروح اقول له انتر. فاتعملت ايه معايا؟ اتعملت معايا في سطر جديد اهو، اتعملت معايا في سطر جديد. فده اللي هو يقصده، ان انا عايز اضيف فقره جديده معناه ان انا اخليها في سطر جديد. يقول لك ادرج فقرة جديدة بعد كلمة دوكومنت، يبقى هاجي بعد كلمة دوكومنت أو المستند، بعد كلمة دوكومنت، وأروح أدوس على إنتر، وأروح كده عمل لي إيه؟ عمل لي فقرة فاضية خالص، أبتدي أكتب فيها اللي أنا عايزه. طيب،
بيقول لك قم بعمل دمج للفقرتين. يعني ايه دمج للفقرتين؟ انا دلوقتي عندي فقرتين بالشكل دول اهو، فانا عايز ادمج الفقرتين دول مع بعض. يعني ايه ادمج؟ يعني اخليهم الاتنين جنب بعض. انا وقفت بالمؤشر قبل اول كلمة في الفقرة التانية وادوس على باك سبيس، فكده انا عملت ايه؟ كده انا عملت دمج. يعني معنى كده ان انا بضم الفقرة الاولى مع الفقرة التانية اهو، ادوس على باك سبيس، المؤشر بتاعي فين؟ مع بداية الكلمة الاولى، بس قبل الكلمة الاولى نفسها اروح ادوس على باك سبيس من لوحة المفاتيح، فكده عمل لي ايه؟ كده عمل لي دمج ما بين الفقرتين، عمل لك دمج ما بين الفقرتين. بيقول لك قم بإدراج فاصل سطور بعد كلمة فورمات التي توجد في الفقرة الثانية عن طريق اختصار شيفت انتر. يعني شيفت انتر بيعمل لي حاجة اسمها فاصل سطور. أنا واقف هنا أقول له شيفت مع انتر، فكده عمل لي فاصل سطور أهو، يعني نزلني سطر لتحت. كأني بقول له إيه؟ كأني بدرج فقرة جديدة أهو. يعني إيه فاصل سطور؟ يعني أنا فصلت ما بين الفقرة الأولى والفقرة الثانية بسطر، فده معنى كلمة فاصل سطور. طيب الصورة رقم 65 بيقول لك غير لون الحد للصف الأول في الجدول إلى أي لون من اختيارك. السؤال ده برضو تكرر، عندك صف أنا عايز أغير لون الحد الخارجي لأي لون ما عدا اللون الأبيض والأسود، أروح من فوق على حاجة اسمها التيبل ديزاين، ومن البوردر هقول له بوردر اند شادنج، اروح اختار مثلا اللون الاحمر واقول له اوكي اهو، ارجع خطوه لورا وعايز لون الحد، يا اما الخطوه الثانيه من قائمه هوم واروح على البوردر واقول له البوردر اند شادنج، واروح اختار من الكلر مثلا اللون الاحمر واقول له اوكي. أنا كده غيرت إيه؟ لون الحد، لون الحد الخارجي بتاع الصف الأول، بقول له غير لون الحد للصف الأول. طيب الصورة رقم 66 بيقول لك قم بالبحث عن كلمة التكنولوجيا. لو عايز أبحث على كلمة معينة أبحث عليها إزاي؟ من قائمة هوم وأقول له حاجة اسمها ريبليس أو استبدال، دي استبدال وليس بحث. طب لو عايز أبحث فايند، هروح على فايند واكتب الكلمة اللي انا بدور عليها هنا، هكتب الكلمة اللي انا بدور عليها. اول ما تظهر الكلمة هطبق عليها حاجة اسمها تسطير، احنا قلنا تسطير اللي هو اليو اللي تحتيها خط، اليو اللي تحتيها خط. هو مديك جدول مثلا بالشكل ده. طب نكرر السؤال، هنا سوف نضع مثلا حدد على المتابيس. طيب الناس سمعانا ولا لا؟ الناس صوته واصل للناس؟ صوته واصل ولا لا؟ تمام امسح بس دول. هو بيقول لك قم بتكملة الجدول الآتي، مديلك مثلا رموز بالشكل ده اهو، بيقول لك اكتبها لي هنا اعملها لي هنا. هتعملها ازاي؟ الرموز دي اللي ظاهره عندك هتعملها عن طريق ايه؟ الاختصارات دي، شيفت مع ط علامات التنصيص، شيفت مع الماينس بيدي لك اللي هو الاندر سكول، طيب شيفت مع زال بيديك الرمز ده. هو بيدي لك مثلا بيقول لك ايه؟ بيدي لك جدول فاضي بيقول لك اعمل الرموز دي فيه عن طريق الاختصارات اللي انت شايفها دلوقتي. طيب هنا بيقول لك قم بإضافة التاريخ في رأس الصفحة بحيث يتم تحديثه تلقائيا. أنا عايز أضيف التاريخ في الهيدر، أروح على Insert وبعد كده بختار حاجة اسمها الهيدر، أقول له Edit Header، أنا عايز أضيف إيه؟ التاريخ Date and Time، وأقول له هنا أوكي. طب يعني ايه تحدث تلقائيا؟ يعني لوحده التاريخ، تاريخ اليوم لوحده يتغير، مش انا كل شويه كل يوم اروح اغير التاريخ. فانا ضفت التاريخ ازاي؟ ان انا اول حاجه ضفت هيدر اند فوتر،
رأس وتزيل، ورحت على حاجة اسمها الديت اند تايم وحددت التاريخ بتاعي، هتلاقي من تحت في كلمة اسمها الابديت اوتوماتيك، يعني هيعمل لك تحديث تلقائي للتاريخ بتاعك. لازم اعلم علامة صح على المربع اللي فيه كلمة ابديت اوتوماتيك واقول له اوكي، هتلاقيه تلقائي بيتحدث معاك التاريخ. يقول لك السؤال 69، اجعل القطعة الآتية بلا تباعد الأسطر. يعني ايه بلا تباعد؟ أنا دلوقتي نفترض إن القطعة دي كلها عامل لها تباعد أهو، مثلا بمقدار 2، أنا عايز أشيل التباعد، المسافة ما بين كل سطر والتاني، هروح على أمر اسمه اللاين سبيسنج وأروح أقول له حاجة اسمها إيه؟ ريموف سبيس افتر باراجراف، يعني شيل لي المسافات بعد الباراجراف. كده هو عمل تباعد، خلى لك السطور بلا تباعد. ومش قصده ان هو يسيب لك سطر فاضي، لا، هو انا حددته اهو بالشكل ده ورحت على لاين سبيسنج وقلت له حاجه اسمها ده، لو عايز اضيف سبيس او مساحه، لو عايز اشيلها اقول له ريموف سبيس افتر باراجراف، شيل المساحه اللي بعد الباراجراف. فده السؤال بيقول لك اجعل القطعه التاليه بلا تباعد للاسطر. طيب بيقول لك في المستند، مدي لك اسم المستند، عايزك تدرج الرمز حقوق الطبع. هتدرجه فين؟ في اسفل الصفحه قبل النص دي، يعني قبل النص دي هتضيف لي رمز حقوق الطبع. اروح على انسرت واقول له، اروح على انسرت وبعد كده اختار حاجه اسمها ايه؟ سيمبل اللي هي الرموز. عايزك تضيف حاجه اسمها حقوق الطبع، تلاقي في حاجه اسمها الكوبي رايت. الكوبي رايت هو ده حقوق الطبع، ادوس عليها كده انا ادرسش الرمز بتاعي. حلو خالص لحد دلوقتي. السؤال رقم 71 بيقول لك طبق تظليل اي لون من اختيارك على جدول واحد بالصفحه الاولى. الجدول ده عايزك تعمل لي عليه تظليل. ازاي؟ بروح من فوق على حاجه اسمها التيبل ديزاين واختار حاجه اسمها الشادنج اللي هو التظليل، واختار مثلا اللون الاصفر. كده انا عملت تظليل على الجدول بتاعي. السؤال رقم 72، حددت القطعه دي، فقال لك اعمل لي ليها نمط اسمه سترونج. نمط احنا قلنا اللي هو ايه؟ ستايل. فاروح على الستايل واروح اختار النمط اللي هو قال لك عليه اللي هو سترونج. بس وقال لك طبق نمط شديد اللي هو سترونج على القائمه تحت العنوان. جاب لك سؤال بيقول لك طبق تاثير مرتفع اللي هو سوبر سكريبت على الكلمه يوليو. يعني مدي لك مثلا كلمة زي دي، عايزك تعمل لي عليها تطبيق اللي هو مرتفع، اللي هو احنا قلنا الاكس اللي فوقيها 2 خليها لك من فوق، طيب منخفض اللي هي اكس تحتيها 2، فده اللي هو مرتفع ومنخفض اللي هو السب سكريبت وسوبر سكريبت. غير كل الفقرات تحت العنوان في الصفحة إلى قوائم رقمية. يعني مدي لك قوائم بالشكل ده، نقاط انا عايز احولها الى ارقام، احددها واروح اختار اللي هو النمبرنج او الترقيم ورحت غيرتها الى الترقيم. هنا مدي لك بقول لك في السؤال رقم 75، ادرج فاصل صفحات في الصف الرابع من الجدول كذا تحديدا قبل النص. عايزك تدرج فاصل صفحات، مدي لك جدول بالشكل ده ويقول لك ادرج فاصل الصفحات في الصف الرابع. يبقى اروح عند الصف الرابع فين؟ الصف الرابع ده الصف الاول واللي تحته الثاني وده الثالث وده الرابع. عايزك من اول هنا تعمل فاصل صفحات. اعمل فاصل صفحات ازاي؟ من انسرت وبيج بريك اهو، يا اما من انسرت واروح اقول له لي اوت واختار بريكس واختار منها بيج. فانا كده عملت فاصل صفحات من الصف الرابع، يعني بدايه من اول المؤشر خليه لك كله مع بدايه الصفحه الثانيه.
السؤال رقم 76 بيقول لك طبق تباعد أسطر مفرد للفقرة. أنا المرة دي عايز أعمل تباعد الأسطر دول، بس المرة دي هعمل لهم تباعد إزاي؟ هعمل لهم تباعد مفرد، هروح على حاجة اسمها اللاين سبيسنج، ده اللي هو لو مديك رقم. طب عايز أعمل تباعد مفرد، هروح اختار حاجة اسمها اللاين سبيسنج اوبشن، وهتنزل من تحت خالص بيقول لك لاين سبيسنج، لاين سبيسنج، واروح اختار منها حاجة اسمها سنجل اللي هو مفرد، التباعد المفرد، وبحددها وبروح على حاجة اسمها اللاين سبيسنج، واروح اقول له لاين سبيسنج اوبشن يعني اعدادات اللي هو ايه المسافات ما بين السطور، ومن اللاين سبيسنج اروح اقول له ايه سنجل او مفرد، لو عايز اخليها مزدوج او مزوج او دبل اروح اختار حاجه اسمها دبل واقول له اوكي. ده اللي هو تباعد الاسطر. طيب بعد ما تعمل كده بيقول لك ايه احفظ المستند، هتروح تحفظه انت في المكان اللي انت عايزه لان هو ما قالكش المكان بتاع الحفظ. السؤال رقم 77 بيقول لك في مستند، مدي لك اسم المستند، عايزك تضيف حقل اسم الملف في القسم الايسر للتسجيل. يعني ايه الكلام ده؟ يبقى يعني ايه تسجيل اصلا؟ ان انا هعمل فوتر وعايزك تضيفه فين؟ في القسم الايسر. اقول له ايديت فوتر، المؤشر بتاعي في القسم الايمن، هروح في هوم واخليه من ناحيه اليسار، وهضيف ايه؟ هضيف اللي هو اسم الملف، وعايزك تضيف ايه اسم الملف. يبقى اضيفه ازاي؟ من حاجه اسمها الكويك بارت، واروح اقول له فيلد او حقل، وادور من هنا على حاجه اسمها الفايل نيم اسم الملف واقول له اوكي، وراح ضاف لي اسم الملف في الجزء الايسر من تسجيل الصفحه. في سؤالين انا هرجع لهم اللي هو 78 و79، بس نبص على السؤال 80، بيقول لك اجب عن السؤال الموجود في المستند بعد كده احفظه، اي من اعدادات الطباعه التاليه تمكنك من طباعه المستند باكمله. انا عشان اطبع المستند كله بروح على فايل، بعد كده برنت، بعد كده بقول له حاجه اسمها ايه برنت اول بيج، يعني طباعه كل الصفحات، طباعه كل الصفحات اللي هي طباعه كافه الصفحات اللي هو قال لك عليها، ده لو عايز اطبع المستند ككل. دي كنا خدناها امبارح. لو عايز ادرج حقل اسمه كتلة العنوان بدرجه ازاي؟ اسفل التاريخ، يعني عندك مثلا مستند من قائمة ميلينج او مراسلة، رحت ضفت مثلا قائمة من بره، هو عايزك تضيف حاجه اسمها الادريس بلوك، شايفين من فوق في كلمه اسمها الادريس بلوك، ادرج حقل كتله العنوان اسفل التاريخ، يعني مدي لك تاريخ تحت التاريخ هتضيف لي ايه حاجه اسمها الادريس بلوك، هدوس عليه اقول له اوكي، فادرج معاك حاجه من تحت اسمها الادريس بلوك. هنا بيقول لك قم بدمج قائمة العنوان مع الرسالة المفتوحة، يعني ايه دمج؟ أنا دلوقتي فاتح رسالة معينة وعايز أعمل دمج، شايفين كلمة start mail merge دمج مراسلات، وراح أقول له حاجة اسمها letter. طيب في شكل مستند باسم رسائل دعوة، يعني عايزك تعمل عملية دمج لده مع الرسالة المفتوحة. طيب بس المرة دي ما قالكش دمج مراسلات، لو قال لي دمج مراسلات ستارت ميل ميرج، طب لو هنا قال لك ايه؟ قال لك قم بدمجها مع الرسالة المفتوحة دعوة للتميز، يعني هتدرج مستند اسمه دعوة للتميز، اعملها ازاي؟ بروح على حاجة اسمها سيلكترز بنت واقول له يوز ان اكزيستنج ليست، انزل من الصوره.
اقول له select respond to use an existing list، يعني استخراج قائمه من الخارج، واروح ادور على اسم الملف اللي هو قال لك عليه. هو قال لك اسم الملف ايه؟ قال لك دعوه للتميز بس. وبعد كده بيقول لك في شكل مستند جديد باسم رسائل دعوه في المجلد كذا. وبعد كده هعمل له عمليه دمج ازاي؟ من حاجه اسمها الفينش اند ميرج، واقول له برنت دوكيمنت او طباعه المستند، انا مش عايز اطبعه، لا انا عايز اعمل له حفظ اديت انديفيدوال، واقول له اوكي. وبعد كده اروح احفظه بالاسم الجديد اللي انا عايزه بيه. طيب باشمهندس احمد، معلش يا هندسه انا هستاذنكم 5 دقايق بس، عشان في حاجه ضروريه هعملها دلوقتي. 5 دقايق بالظبط هنوقف بس الريكورد، هنوقفه مش هنقفله، هنوقفه بس 5 دقايق وهكون معاكم تاني. معلش انا بعتذر، 5 دقايق وهرجع تاني اعيد على ال3 اسئله اللي هم 78 و79، واللي هو السؤال اللي اتكلم عليه البشمهندس محمود سلام. استاذنكم بس 5 دقايق بالظبط. هو الصوت شغال عندي. تمام يا هندسه، تمام يا هندسه، تمام. هو بالفعل انا فاصل الصوت. طيب نبدأ هندسة، نرجع نكمل ولا الدنيا؟ تمام يا باشمهندس، انا كده رجعت تاني. تمام انا كده سمعتك انت. تمام هندسة. طيب باشمهندس محمود كان سأل سؤال عايز ان انا اعيد تاني على ادراج اسم الملف عند التسجيل. كنت بروح مثلا عندي على قائمة انسيرت او ادراج، واروح اقول له حاجة اسمها فوتر اللي هو التسجيل، واروح اقول له حاجه اسمها الايديت فوتر يعني تعديل التسجيل. عايزك تضيف اسم الملف، اضيفه ازاي؟ هتلاقي من فوق في امر اسمه كويك بارت، كويك بارت، واروح اختار منه حاجه اسمها الفيلد او الحقل، الفيلد او الحقل، وادور من ناحيه اليسار على الاسم اللي هو قال لك عليه. هو قال لك فايل نيم اسم الملف، احدده واروح اقول له اوكي، هتلاقيه اتضاف عندك من تحت. حلو خالص. السؤال رقم 78 بيقول لك ادرج حقل كتلة العنوان أسفل التاريخ. بيكون مدي لك تاريخ عندك، أيا كان التاريخ اللي هو مديه. عايزك مثلا تحت التاريخ ده هتدرج لي حاجة اسمها الأدريس بلوك. هتيجي في قائمة ميلينج أو مراسلة، وأروح أختار من فوق أمر اسمه الأدريس بلوك اللي هو البلوك بتاع الأدريس أو العنوان، حقل العنوان، فراح أدرج لي من تحت حاجة اسمها الأدريس بلوك. طيب ده اللي هو كان عايزه في السؤال رقم 78. طيب السؤال رقم 79 بيقول لك قم بدمج قائمة العنوان مع الرسالة المفتوحة. يعني هو فاتح لك رسالة، فاتح لك ملف اسمه دعوة التميز، فأنت هتعمل لي دمج ليها مع قائمة اسمها القائمة البريدية. لما جينا في المحاضرة بتاعت أول امبارح، لما جينا أخدنا إزاي أنشئ، إزاي نعمل شهادة تقدير، وفي نفس الوقت إزاي أعمل قائمة وأروح أدمج القائمة دي مع الشهادة. كنا من ميلينج، وأروح أختار حاجة اسمها Select Respond، واقول له حاجه اسمها اليوز ان اكزيستنج ليست، واروح اختار القائمه اللي هو قال لك عليها، واروح اقول له اوبن، اقول له مثلا اوكي انا مش هضيفها هنا، هتفتح معايا هنا بالشكل ده. فانا كده عملت لها دمج حلو، بس عايزك تدمجها في شكل مستند جديد باسم رسالة دعوة أو رسائل دعوة في المجلد كذا. يعني معنى كده أنا بعد ما عملت دمج، بعد ما فتحت القائمة بالشكل ده، أروح أحفظها فايل سيف أز روس، وأحفظها في المكان اللي هو قال لك عليه. وهو عايزك تدمج قائمة العنوان، يعني هتدرجها في الرسالة،
وهتعملها لي في مستند جديد باسم رسالة أو رسائل دعوة، ده اللي هو الصيغة من السؤال رقم 79. دول كده 80 أسئلة كل ما يخص مستند الوورد. كده احنا خلصنا الوورد بكل ما فيه. هنبدأ إن شاء الله بكرة بإذن الله مع بعض في الباوربوينت. طيب حد عنده أي سؤال لحد الآن قبل ما ندخل على الباوربوينت؟ باوربوينت هنعمل نفس القصة، هياخد معانا من محاضرتين لثلاثة، وهنحل أسئلة الاختبارات الدولية الخاصة بالباوربوينت. هنشرح الباوربوينت بكرة بإذن الله. هناخد بكرة الأربع والخميس باوربوينت. ولو في وقت مثلا لو في حاجات لسه ما شرحناهاش هناخدها على يوم السبت. والحد والاثنين هتحل الاختبارات الدولية بتاعة الباوربوينت. بعد كده ندخل على الاكسل. إجابة 79. حاضر. أول حاجة بيقول لك قم بدمج قائمة العنوان مع الرسالة المفتوحة. الناس لو رجعت للمحاضرة بتاعت أول امبارح، الناس تحاول ترجع لمحاضرة أول امبارح بتاعت يوم السبت، لأن يوم الأحد إحنا تقريبا لغينا المحاضرة، كان يوم الأحد لغيناها. رجعوا لمحاضرة يوم السبت. تمام. انا دلوقتي فاتح مثلا رساله زي اسمها دعوه التميز، عايز ادمج معاها قائمه. يعني ايه ادمج قائمه؟ سؤال رقم 79، قم بدمج قائمه العنوان مع الرساله المفتوحه. يعني فاتح لك ملف اسمه دعوه للتميز، انا عايزك تدمج معاه قائمه العنوان. ادمجها ازاي؟ كنت بروح على حاجه اسمها سيلكت ريسبنت من قائمه ميلينج او مراسله. سيلكت ريسبنت واروح اقول له حاجه اسمها اليوز ان اكزيستنج ليست، يعني استخدام قائمه خارجيه، واروح ادور على اسم القائمه اللي هو قال لك عليها. احدد القائمه واروح اقول له اوبن، هتلاقيها اتفتحت معاك، هتلاقي الاوامر اللي موجوده في الاخر اتفعلت. طيب انا بعد ما ضفت او بعد ما دمجت القائمه اللي هو قال عليها، قائمه العنوان، بعد ما عملت لها عمليه دمج، عايزك بعد كده في شكل مستند جديد باسم الرسائل دعوة هتحفظ اللي انت عملته ديه من سيف از، وبعد كده براوس هتحفظه بالاسم اللي هو قال لك عليه، رسائل دعوة، اسم رسائل دعوة. بأول حاجة ادمج ازاي من سيلكت ريسبنت، اقول له يوز ان اكزيستنج ليست واختار القائمة، وبعد كده اعمل له عملية حفظ. دول الـ80 سؤال، فيهم أي مشكلة؟ الأسئلة اللي احنا أخدناها الـ80 سؤال اللي حليناهم مع بعض فيهم أي مشكلة؟ طيب بإذن الله كده بالنسبة للناس، أنا أعتقد لو دخلتوا أي حاجة تخص الوورد في الاختبارات الدولية هيقبل البرنامج، بالنسبة لكم بسيط وسهل. معاكم كل الأسئلة، معاكم كل الحاجات اللي انتوا أخدتوها. ازاي اخفي الكومنت عند الطباعه؟ طيب عندك تعليق بالشكل ده؟ اروح على انسيرت واقول له كومنت، وعايز ابتدي اطبع الملف. عايز تخفي التعليق ده، تخفيه ازاي؟ لو جينا بصينا هنا بيقول لك حاجه اسمها ريسولف، ورحت على رند هلاقيه ايه؟ ظاهر بس بنسبة بهتان، انا عايز اخفيه خالص. لو جينا رحنا على ريفيو في حاجة اسمها شو كومنت، هروح من هنا اروح اشيل التعليق اللي انا عملته اهو. فاولا طالما انا هخفي التعليق ايه لازم ان انا اضيف التعليق من الاول؟ أو. فهاجي هنا مثلا اختار حاجه اسمها نو مارك. نو مارك معناها انا شلت التعليق بتاعي اهو، بحدد ادي التعليق بتاعي. انا هروح اطبع، بس قبل ما اطبع اروح اعمل ايه؟ اخفي التعليقات بتاعتي، ثم بعد كده من هنا من التراكنج
اروح اختار حاجه اسمها نو مارك اب، يعني انا مش عايز تعليق عندي، واروح بعد كده اطبع. دي الوسيله الوحيده اللي من خلالها ان انا بقدر اعمل اخفاء للتعليقات. هل حد يقول لي مثلا انا هطبع الملف ينفع اخفيها من هنا؟ لا. اخفيها ازاي؟ عندي تعليق زي ما اتفقنا اهو بالشكل ده، فظاهر عندك ناحية اليمين. علشان اخفي، اول حاجة اروح اشيل العلامة من كلمة اسمها شو كومنت، وبعد كده من جزء التراكنج اختار حاجة اسمها نو مارك اب بس، فكده خفى معايا التعليق. ثم بعد كده اروح ان انا اعمل له عملية برنت او طباعة مفيدة اثناء تعديل الملف. مش مع الكل يعني، الناس بتفيد الناس اللي هي بتستخدم ابحاث علمية، الناس اللي هي بتشتغل على ابحاث علمية التعليقات دي بتفيدها، لكن في ناس انا التعليقات بالنسبة لي مش مهمة. طيب حد عنده سؤال؟ وكمان لو واحد بدي ماده علميه وبشرح للطلبه او المتدربين وهو مش فاهم معنى كلمه هيدنج مثلا، اروح اعمل تعليق عليها. كلمه هيدنج هي عباره عن 1 2 3، هتشرح له كلمه هيدنج معناها ايه بالظبط. اهو ادي كلمه هيدنج، انا عملت تعليق على كلمه هيدنج ناحيه اليمين.